طبعا كل الناس سمعتوا شو حكوا اعضاء اللقاء الديمقراطي. نحن من يومين تركيا لهلا تشدد مستمر. كل شيء فيني قلكم إياه أنه الأمور عم تتقدم لبل اليوم، تقدمت بشكل كتير كبير. إذا الله راد بالساعات الجاية بيكون عنا أخبار جيدة بهالأيام السيئة. حكيم البعض عم بيقول بموضوع الاستقالة، يعني الموقف من الاستقالة مثل كأنه يعني الحبل نص نص ما بيودي نص حبل، وبيقولكم أنه إذا ناطرين الارتزاء من الخارج ما بقى في ارتزاق، شو بترد عليه؟ لك بدي اقول لك شغله بخضم كل اللي عم بصير والماساه يلي عم نعيشها كلنا سوا. هلا في البعض لابسين تياب حملان، صحيح انا مش عم بحكي عن الكل، عم بحكي عن البعض القليل. بتعرف شو همهم بكل اللي عم بصير؟ انا أسوأ من يلي قلته. شفت هيك اليوم حدا حاطط بوست، وحدا مفترض يكون مسؤول، حاطط بوست بيقول فيه انه أهم شيء نخلص من وباء الزعماء يلي هو أكبر من وباء الكورونا. كل يلي بيلجأوا للتعميم أول شيء مغلطين، ما في شيء بهالدنيا كله مثل بعضه، هيدي إنه كله مثل بعضه مغلطين. كنت عم بقول لك في البعض لبسين تياب حملين بيض، بس بالحقيقة هني مش دياب، الديب بضل فيه شوية شرف، هني ضباع مفترسة هيك ناطرين بس بدهم يطيروا كل العالم تجربوا ياخذوا محلهم. هذا كل هدفهم من وراء لبسهم تياب البيض يلي هن لابسينها، لانه يلي هدفه منيح اول شيء بيحدد، مش بيضل يجرب يتهرب انه تما يحدد شيء، ومش بيجي بيشمل الكل. لا مش مزبوط، مزبوط اكتريه الطبقه السياسيه ما بتسوى، بس مش مزبوط انه كلها ما بتسوى، ونحن اول ناس بنسوى شاء من شاء وابى من ابى، لانه هاي الحقيقه وهذا الواقع. وبالتالي بدنا ننتبه، يعني في محاولات من قبل البعض تجربوا بهالمناسبة يخلصوا من الكل فرد ضرب المنيح والأبيح. وطبعا يلي بحاول يعمل هيك معناتها كتير هيدا سيء، ومعناتها فاسد أكتر من الفاسدين الحاليين، لأنه كل شيء همه أنه يوصل ويوسع مطرح لحاله هو، مش همه أنه يشوف وين في منيح تيبني عليه تيبني هو إيه تنقدر نخلص البلد. وبالتالي هيدا جواب. يلا الحكومة على مشارف الاستيطان اليوم، الحكومة على مشارف الاستيطان، هل سنشرف الساعات المقبلة جمعية إن كان مع الحزب الاشتراكي أو مع تيار المستقبل؟ وتحدث النائب الشهيد منذ بعض الوقت عن ساعات، يعني وبالفعل نحن يعني على بعد ساعات من إعلان موقف كبير. نحن استيعات الحكومة لا تعنينا، بمعنى أنه لا بتقدم ولا بتأخر، لأنه إذا اللي شكلوا هالحكومة ما هن اللي بعدهم بدهم يشكلوا حكومة غيرها ما ممكن استفدنا. يعني أي حكومة بدها تيجي من جديد رح تيجي يعني يا أختها الحكومة يا بنت أختها الحكومة يا بنت خالتها، وبالتالي رح نضل محلنا طالما المجموعة المسلطة على السلطة باقية ما فينا نتأمل أي خير. مشان هيك نحن هدفنا نروح على لب المشكلة، مش نضل بأشورة. للأسف الحكومة الحالية للأسف ولهيك هيدي وحدة من أشور الأزمة مش الأزمة الفعلية. تروح على لب المشكلة بدك تروح على المجلس النيابي، هونيك لب المشكلة بالوقت الحاضر، لأنه في أكترية نيابية معينة هي وصلت الأمور، وصلت اللي وصلت ووصلت الأمور لهون. هاي بدها تغيير، إذا ما تغيرت ما تغير شيء بالبلد، ما نضيع ما نلتهي أنه استقالت الحكومة وتنشوف تشكل الحكومة ومين رئيس حكومة ونعمل استشارات نيابية ملزمة ونعمل، هذا كله تضييع للوقت. بدنا نروح على جوهر المشكلة يلي هو تغيير الأكترية النيابية. هذا ما بصير إلا بانتخابات نيابية مبكرة، وكل عم نعمله هلا تنوصل لانتخابات نيابية مبكرة. نحن مش أصحاب مواقف تياترالية، نحن أصحاب مواقف بتودي لمطرح معين يقدر يفيد الناس. بعدين الناس بدأ أنك تعمل لها خطوات تفيدها مش تضرها، مش أنه أنت تطلع بطل تجي تضرب موقف يكون هو بضرها وبفيد الأكترية الحاكمة الموجودة. هيدا يلي عم نعمله بكل صراحة. نحن سكتنا بالثلاث أربع أيام الماضية، وخصوصا سكتنا على كتير من التجني اللي صار علينا، لأنه كنا عم نشتغل شغلة جدية، وهلا رح تبين بهالساعات القادمة إذا الله راد، ونروح مباشرة على لب المشكلة بدل ما نضل بأشورة. لا 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 لا، مش هذا المطروح. مطروح انتخابات مبكرة بأسرع وقت ممكن على القانون السيري المفعول هلا، على القانون الحالي هلا، مش وقت نرجع نقعد نبلش من أول وجديد. مش مزبوط،
انت يعني انت حضرتك مفترضة على انه الرأي العام اللي هلأ بده ينتخب هو ذاته يلي انتخب من 3 سنين؟ لا. شو رأيك هو ذاته؟ فالرأي العام اللي بده يغير مش القانون. شو ما كان القانون اذا رأي العام هو ذاته بيرجع بيطلع على أسوأ. وشو ما كان القانون اذا رأي عام غير مثل ما غير هلأ مثل ما شايفتي انت، لا ساعتها بيطلع النواب بده يطلعون. خلينا ما ننغش بهالنقطة لانه في كتار عم يجربوا يعملوا غش بهالنقطة بالذات، انه ايه اذا عملنا انتخابات على القانون النافذ هلأ انه رح يرجع يطلع نفس الأكترية. مش مزبوط، لانه مش من وراء القانون بتيجي الناس هيك ولا هيك، من وراء الرأي العام واتجاه الرأي العام. الرأي العام اتجاهه مختلف، وبالتالي شو ما كان القانون يلي عملت الانتخابات على أساسه هلأ رح تطلع النتيجة مختلفة. اليوم الشعب اللبناني، يعني قبل ما أحكي عن جمهور القوات اللبنانية، الشعب اللبناني كله عم بيقول ما بقى بده حدا منكم، لأنه بعد هذا الجريمة التي اقترفت بحقكم حمل السلطة السياسية اللي أنتم كنتوا فترة طويلة جزء من هذه السلطة السياسية، وكان بموقع نائب رئيس حكومة أيضا بالقوات اللبنانية. إذن يعني اليوم جمهور القوات حتى عم بيقول استقيلوا وإلا نحن حتى رح نبطل قوات، وقالوا مش وقت هلأ زيارات الحكيم على الأرض، وقت أنه يعلن مواقف تفش خلق أهل الضحايا، تفش خلق كل لبنان. اليوم منا نحن كصحفيين أيضا وكمواطنين نعتبر أنه كلنا ضحية هذه السلطة وأنتم جزء من هذه السلطة. اللي عم تحكي منه كتير دقيق، لأنه في كتير عم بياخدوا اسم أو هوية القوات وعم بجربوا يحكوا باسمها هاي من الجيوش الإلكترونية الأخرى، بس مش هذا. لا، في البعض أكيد، في البعض عم بيطرحوا رأي مثل ما بتنطرح كل الناس، بس بدي لك إياه، نحن مش شغلتنا يعني مش هيك. نحن مش موجودين تنفش خلق الناس، بتعرفي موجودين مشان شو؟ تنحل لهم مشاكلهم. إذا قصة فشت خلق هين، نحن مستقلين من 8 شهور. يعني الاستقالة على الورقة شيء، والاستقالة أن تكوني مستقلة أنت سياسيا خلص ما بقى عندك أي أمل بسلطات القائمة شيء تاني مختلف تماما. نحن من 8 أشهر، من 10 أشهر، بس أيمتى وكيف منستقيل تنفيذ شعبنا أكتر شيء ممكن؟ بده الكل يسمع حولنا، مش كل حدا بده يقعد مطرح حدا. وقت بيبطل فيه بهالدنيا شيء، لا بتخرب الدنيا كلها سوا عن بكرة أبيها. فأذن هاي قصة هون لعبة كتير تقنية أو شغل كتير تقنية مشان تنشاف شو أفضل طريقة تنقدر نفيد. السؤال الأساسي شو أفضل طريقة نقدر نفيد، مش أفضل طريقة تنفش خلق الناس. إذا قصد فش خلق الناس، طيب يلي استقالوا رح يتهلأ فش خلق الناس، وبعدين أنت قليلة هلأ صار في 8 مستقلين. إيه عال، إذا نحن ما رح ننزل على اللعبة مثل ما لازم ننزل عليها بالقوة اللازمة. إيه شو بفيد كله؟ استقالوا فش خلق الناس، برافو، قال عظيم، رحنا عبيتنا، ضلت كل شيء على حاله، ضلت السلطة مثل ما هي، وين صرنا؟ لا، هيدا الضحك على الناس ما بقى لازم نقبل فيه. وانتو كصحفيين لازم تساعدوا، ما تخلوا حدا يضحك على الناس. شغلة السياسيين مش يفشوا خلق الناس، يعملوا لهم شغلتهم للناس، يوفروا عليهم مصائب للناس. وبالتالي بالوقت الحاضر بدها تغيير السلطة الحالية، نحن كل هدفنا نغيرها بأي طريقة فيها نغيرها، فيها باستقالات أو بالإحجام عن الاستقالات أو بخطوة لقدام أو بخطوة لورا رح نعمل. المهم أنه نخلص من السلطة الحالية. حكيم، شو الكلمة اللي بتوجهها لرئيس الجمهورية؟ حضرتك إلا تفضل بإصاله كمان، شو الكلمة بتوجهه إياها اليوم؟ وتعطلت لغة الكلام، حتى كل شيء عم بصير تعطلت لغة الكلام بكل صراحة. الشغل النقطة الأكيدة من بعد كل اللي صار، وخصوصي خصوصي خصوصي من بعد انفجار بيروت اللي صار قبل انفجار المرفأ، منه قليل انه يتفقر الشعب اللبناني هيك، هذه شغلة منها قليلة أبدا. بس من بعد انفجار المرفأ خلص، أنا لو مطرح المسؤولين موجودين بالجملة بنحمل حالنا ومنستقيل. ونحن إذا بعدنا مش عم نقدم الاستقالة هو تنقدر من خلال تقديمنا الاستقالة بالوقت مطلوب نخليهم يستقيلوا، مش لأنه ما بدنا نستقيل أو مش مؤمنين فيها، مش مؤمنين بالسلطة الموجودة ولا بأي شكل من الأشكال. وردا على اللي قالته الأنسي أو المدام من شوي، ما أنتوا كنتوا معهم، لك طبعا نحن الناس عطونا 15 نائب، شو بنعمل يعني؟ ما بنروح على المجلس النيابي؟ طب تشكلت حكومات بهالمجلس النيابي، شو بنعمل؟ ما بنشارك فيها؟ بنشارك بنجرب قد ما فينا، شاركنا وجربنا قد ما فينا، مشاركة كل العالم، تجربتنا كانت من أنجح التجارب، كل العالم بيقولوا يا ريت كل الوزراء مثل وزراء القوات، يا ريت كل النواب مثل نواب القوات، ما بدنا نتاخذ الأمور هيك بفوضوية كبيرة، إنه هي ما أنتم كنتم معهم، كنا 4 من 30، وأول ما الفرصة سنحت استقيلوا هالـ4 من 30. أنا بس لوضح لأن حضرتك
حضرتك عم تحكي ليال بموسى تلفزيون الجديد، حضرتك عم تحكي وعم توجه لي، بس لحتى اوضح لك حكيم الحديث بكثير، تسلم، بدي اوجه لك الحديث بكثير دقه لانه انا بدي اوصل صوت الشعب. اليوم لما كنت حضرتك تحط ايدك بايد الرئيس نبيه بري، وتحط ايدك بايد الثنائي الشيعي، وتحط ايدك بايد وليد جنبلاط وكل السياسيين بلبنان، وتكونوا عم تضحكوا مع بعضكم، كان عم ينضحك على الشعب اللبناني يلي اليوم الشعب اللبناني انقتل، وكان يمكن تكون حضرتك ضحيه او انا ضحيه او اي حدا من هون موجود. ما بقى قادرين نسمع، اذا نحن كصحفيين بطلنا قادرين نسمعكم، كيف الشعب اللي على الارض كيف بعد بده يسمعكم؟ كيف الاهل اللي خسروا اولادهم بدهم يسمعوكم؟ هيدا اللي عم اقول لك اياه، يعني اقل الاستقاله بتكون رده فعل معنويه، بتكون شوي عم تعطونا دعم معنوي للناس يلي ببيوتها، انه نحن عن جد خلص يعني استسلمنا، نحن طلعنا فاشلين، مش كقوات، كسلطه سياسيه بتضم القوات اللبنانيه. يعني هالقد صوت الناس عم جرب وصل لك اياه، بس لاكثر ولا اقل وصلك على بدك اياه وعلى افضل ما يكون. بدي تروق بالك شوي لأنه كله له وقته وكله له طريقته، الهبج ما بيعطي نتيجة. برجع بقلك نحن إذا مجرد هيك تنربح شعبية بب أول ما بيطلع صوت نجي بنهبج. أنا في عندي مثل كتير بسيط قدام عيوني، ما في 6-7 نواب ومشكورين قاموا ساقوا لهلا، شو صار؟ يعني تغير شيء بالبلد؟ ما تغير شيء بالبلد. فإذا مش هيدا المهم، المهم تعملي شيء تقدر تغيري بالبلد. الكل رح توصلوا اللي بدكم اياه، روقوا بالكم، بس بدها رواق، لانه انا كمسؤول مضطر انه ضل مروق بالي وروح على الشغله تعطي نتيجه، مش بس اعمل استعراض قدام الناس. هيدي واحد. اثنين، انه كنت سلم على نبيه بري وكنت سلم على ولي جنبلاط مع ثنائي الشيعي ولا يوم، انت بتعرفي ما تتهمني لك انه الرئيس بري رئيس بري حسن نصر الله وكله، كنتوا دائما صوركم تجمعهم دائما تطلعوا وين صورة. طلعي لي شو صورة. دعينا على مؤتمر الحوار الوطني سنة 2006، مزبوط 2006 بالمجلس النيابي، كان السيد حسن نصر الله موجود وأنا موجود على الطاولة، بس هيك شو بنعمل؟ مش هيك الدنيا، يعني مش انه اوكي بنلتقي بكل رؤساء الكتل الاخرين ان كانوا صالحين ولا ان كانوا فاسدين، ما بنسلم بنعمل هيك وبنضل قاطعين؟ لا، عندهم سياستهم وعندنا سياستنا نحن، بس في حد ادنى من اللياقات الاجتماعيه لازم نضل محافظين عليها. انا بدي ارجع اكد على شغلي بهالمناسبه، ومنيح اللي عم تطرح علي يا ليال كل هالاسئله. كلنا سوا كيف بدي اقول لك، يعني طالع ديننا من كل شيء عم بصير، بس هي مش معناتها انه تتفشنا الامور خلاص، يعني نرفض المنيح والابيح والصالح والطالح واللي لازم ينعمل واللي ما لازم ينعمل، حتى الخطوه اللي لازم تنعمل نقول لا انا ما لازم تنعمل، بس لانه طالع ديننا. كلنا طالع ديننا، بس لازم حالي يضل فيه شويه عقل تنقدر نوصل على شاطئ الامان، وهيدا اللي عم جرب نعمله. دكتور جعجع، ما كنت بتتوقع موقف متقدم اكثر من المطلق الرامي بعد الانفجار اللي حصل؟ يعني شو بده يكون متقدم أكثر من يلي قاله؟ يعني قال إنه هاي جريمة وقال إنه هاي كذا وقال، يعني شو ترك؟ عدا عن إنه البترك الراعي لحد هلا صار له شهر وجمعتين عم بيعمل ما لا يعمل تيروح على حل جدي يلي هو حياد لبنان، ما حدا غيره حمل هالصليب لحديت هلا، هو أخده وعامله معركته واتصالات ليل نهار، وانت تعرف داش عم بيعمل جهود مشان يوصل على حل جدي يلي هو اعلان حياد لبنان واتخاذ الحكومه اللبنانيه كل الخطوات المطلوبه للوصول الى حياد جدي، لانه بهيدي في حل لكل مشاكله. فانا رايي يعطيه 100,000 عافيه البترك الرائب، وجه له من هون تحيه كثير كبيره، وهو مستمر بحملته للحياد، نحن مستمرين معه بهالحمله للحياد لانه هيدا الحل الفعلي للبنان. حكيم سؤال، هل انتم ناطرين كحزب قوات لبنانيه قرار من الخارج والاستقاله كما قالت النائب بقول على عميان اليوم؟ وانه الرئيس حسان دياب هو دميا؟ الرئيس حسان دياب دميا ولا غير دميا، هيدي بتركها للاحداث، وكل هالسؤال ما راح جاوب عليه لسبب كثير بسيط، كل حدا منا بيعرف حاله وواثق من يلي بيعمله وعنده وراه تاريخ طويل عريض وعنده قدامه مستقبل طويل عريض، وكلمة من هون كلمة من هون لا بتقدم ولا بتأخر، هاي بتضر صاحبها أكثر مما بتضر اللي موجهت له إذا كانت ما بتصلح ولا بتصح عليه. أوكي يا أخوان، يعطيكم 100,000 عافية وتضلوا بهاي الهمة، وإن شاء الله بالساعات اللي جاية أو ماكسيموم بالأيام القليلة اللي جاية تسمعوا أخبار بتفرحكم مثل ما لازم، بس بذات الوقت تعطي النتيجة المطلوبة.